بسم الله والحمد لله والله أكبر كبير. الآن نقف عند الآية الأولى. ماذا يقول مولانا جل جلاله وعم نواله؟ سبح أي نزه أي أعطى الله قدره. أغلب الناس ما قدر الله حق قدره، فما قدرتهم كلاب الصهاينة والكنائس والكرب ومن ادعى الإسلام وليس فيه ريحة الإسلام. سبح لله أي شكون مش يسبح، شكون مش يقوم بالتمجيد، شكون مش يقوم بالتنزيه؟ كل المخلوقات السماوات والأراضي تسكي بيس دون فير مامو دون ستة. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز لا يغلب لأنه قاهر بالمطلق. شكون منكم يجب يقول أنا نقهر الله؟ كيف؟ هذا استقرار. أنت هنا ورطت روحك وورطك بيها، ليس كلديه دليل ولا تقدر على قدر الله. فكيف تقدر على الله؟ هنا الناس عايشة في الأوهام، عايشة في جنون العظمة، ميجالومانيا، عايشين كل شيء يعتبروا هم الأصل، هو مدار كل شيء، هم محور كل شيء، يعني ما فما في الوجود لا هما. وهذا قمة الخطأ وقمة الهذيان، ولذات نهايته في النيران، نيران الدنيا ونيران القبورهم في الدنيا ونيران البعث ونيران أخذ الكتاب ونيران، مش نيران لابد تكون حسية، نيران اللي يكون مش تشك السيرات تطيح وتعاود تطيح بها، هي نيران لأنه يعني عذابات. وبطل سيرة أبو قلبه في السجن الأخير اللي ربما تخرج منه أبدا الأبدين لا تخرج من هذا السجن العظيم. رد بالك وهو العزيز الحكيم، أي يدبر تدبيرا مطلقا شؤون كل خلق، يكون ضر وما أدنى منها ويكون مجر وما أطوقها. رد بالكم راهو هنا أسماء الله الحسنى، هنا تخلي العاقل حين يعي بعض حقائقها يسبح الله حق التسبيح وليصل في قمة التسبيح، فهو أهل الربح لا أهل الخسارة. فأنكم أنتم ما تشموش التسبيح وما تباشروش، فأنتم فعلا الخاسرون في دنياكم وآخرتكم، وإن ضحكتم قليلا لكن ستبكون كثيرا بدموع مخلوطة بالقيح والدماء والعياذ بالله. نسأل الله السلامة.